السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ابن العرب. إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. موضوعنا اليوم هو قضية سرقة أو تهكير لقناة مطبخ وتطابير دداح. مطبخ وتطابير دداح هي قناة للطبخ والروتينات لامرأة جزائرية. هذه المرأة الجزائرية أنشأت قناة في اليوتيوب وأسمتها مطبخ وتطابير دداح. حققت هذه القناة شهرة كبيرة في الجزائر وتفاعل مع الجمهور، حيث وصل عدد مشتركيها إلى 1.5 مليون مشترك. يعني نقدر كل تعبها على هذه القناة، والله جزاها بالذرع الفضي والذرع الذهبي و الكثير الكثير من الجوائز نتمناها لكل اليوتيوبرز. ولكن في الآونة الأخيرة ومنذ الصباح تصلني إشعارات وإشعارات وإشعارات تتحدث عن سرقة لقناة مطبخ وتطابير تداح. أنا بصفتي ومن قناة من منبر قناة ابن العرب لا نعلم ولم أرى لايف لصاحبة القناة تتحدث فيه عن سرقة قناتها، ولا منشور على الفيسبوك ولا منشور على الانستغرام. يعني لا يوجد مصدر موثوق يؤكد بأن قناتها قد سرقت. فأنا لما لحقني أول إشعار عن أن قناة دداح قد سرقت، دخلت إلى قناتها ووجدتها أنها نزلت فيديو قبل 8 ساعات وعليه التفاعل. لذا نحن نتمنى الرد من صاحبة القناة. إذ كانت قناتها قد هكرت أو سرقت، فلتكتب لنا في تعليقات في آخر فيديو عندها تبين ذلك، لأن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل كلمة كبيرة قد تنفع الشخص وقد تضره. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل في المجهول، فهذا أمر مجهول. لا يمكن أن نجزم أو أن نحكم عن شيء نحن لم يأتنا أي مصدر موثوق. فمنذ أيام أنا نشرت عن رابح درياسة عندما أعلنوا عن إشاعة موته وهو حي يرزق. لذا أتمنى من أصحاب القنوات وأصحاب الصفحات، نقولها لكم بالدرجة تاع الجزائرية، ما تحاولوش تشهروا قنواتكم وتجمعوا لي فيو وتجمعوا لي زابوني على أساس الأخبار كاذبة. جيبوا خبر صحيح يلو كان ماشي مليح، ولكن الأخبار الكاذبة حتى ولا يجيني منها 100 أبوني، 100 ألف، مليون أبوني، ما تنسحقوش حيت خبر كاذب احتر بما غاديش يوفقكم. لهيك في آخر الفيديو كنتمنى جميع القنوات يتوفقوا في قنواتهم وتدفع القنوات ديالهم وربي ييسر لهم. وشكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. وكنتمنى من أخت ضابير دحيلة وصلك ليك هذا الفيديو، تخرجي لنا بشي منشور أو افتحي قناة جديدة على الأقل باش توضحي لنا أن القناة ديالك تسرقات. واخا إلا تسرقات غادي تعوضيها في أقل من شهر إن شاء الله، غادي يرجعوا لك ليزابوني توعك وغادي ربي يعوضك بإذن الله. ولكن أنا ما غاديش نقول حسبي الله ونعم الوكيل.